يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة النهاردة أكيد حلقة مهمة، عندنا فيها كلام كتير جدا بالتحديد بخصوص مباراة الأمس وتفوق واكتساح الأهلي لسموحة بنتيجة 4-0 في مباراة كانت أكثر من رائعة من قبل النادي الأهلي، سواء من حيث الأداء أو النتيجة. فبالتالي تفاصيل كتير جدا وكواليس كتير بتتعلق بهذه المباراة هنتكلم عليها، وبالتحديد عن نجوم النادي الأهلي اللي تألقوا في مباراة الأمس. وفي الحقيقة الفرقة كلها والجهاز الفني عملوا مباراة كبيرة جدا، وكان رد قوي جدا جدا من الأهلي بعد التعادل في المباراة الأخيرة أمام بيراميدز. فكان مهم جدا أن أنت تخرج من التعادل ده بفوز، ويكون فوز مقنع زي فوز الأمس على سموحة. فألف ألف مليون مبروك لجمهور النادي الأهلي، ولسه المشوار طويل سواء بخصوص الدوري، ولسه كمان عندنا البطولة الأهم، بطولة دوري أبطال أفريقيا اللي مباراتها بتقترب من خلال نهائي هذه البطولة أمام فريق كايزر تشيفز. فالمرحلة كلها مرحلة غاية في الأهمية، بالتالي كلامنا هيكون كتير جدا عن المرحلة دي تحديدا بخصوص النادي الأهلي. فبالتالي ايضا ممكن يكون معنا النهارده بعض الاخبار العالميه والمحليه اللي ممكن نتطرق فيها او نتطرق ليها ان اسعفنا الوقت باذن الله. النهارده كمان مهم قوي تواصل حضراتكم معنا كالعاده من خلال سؤال الحلقه، وسؤال الحلقه بيتمثل في ما هو رايك في اداء النادي الاهلي بالامس امام سموحه. هناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الاخير كما هو المعتاد من حلقه الترند. تواصلوا معنا من خلال طبعا صفحات القناة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام. البداية دايما بتكون بأهم العناوين، نشوف. في ترند الأهلي، الفريق راح اليوم ويبدأ غدا الاستعداد للمقاولون. الأهلي يتلقى لائحة نهائي دوري أبطال أفريقيا. أما في الترند العالمي، ليفربول يبدأ مفاوضات تمديد عقد صلاح. طيب النهارده في ثلاث ماتشات مهمة في مختلف البطولات، خلينا نبتدي بالتحديد بالدوري المصري. في مباراة بتتلعب في هذه اللحظات ما بين مين؟ ما بين وادي دجلة ومصر المقصة، المباراة في دقيقتها الدقيقة الثانية تحديدا، وما زال التعادل السلبي بدون أهداف. والمباراة الأخرى برضو في الدوري المصري هتكون الساعة 7 بالليل ما بين الإسماعيلي والاتحاد، مباراة قوية جدا ومثيرة بكل تأكيد لأن فرقتين كبار وبجماهيرية كبيرة، وفي إطار طبعا المنافسة على بعض المراكز المتقدمة في بطولة الدوري الممتاز. أما في كوبا أمريكا النهاردة، أو مش النهاردة بقى يعني واحدة صباح الغد، هتكون مباراة نصف النهائي الأولى ما بين البرازيل وبيرو، مباراة في منتهى القوة. لو فاز البرازيل يوصل للمباراة النهائية أو حتى بيرو يعني، لكن طبعا كل التوقعات ناحية نيمار ومنتخب بلاده البرازيل نظرا للإمكانيات الكبيرة، رغم أن المفاجآت واردة دائما في كرة القدم. دي مباراة هتكون الساعة 1 صباحا. دي أهم طبعا وأبرز المباريات النهاردة في مختلف البطولات، لكن عندنا كلام وحديث مفصل عن مباراة الأمس وكمان استعدادات النادي الأهلي للمرحلة الهامة جدا المقبلة. كل ده هيكون معانا بس بعد الفصل، استنونا. يا أخي الأهلي ده زعله وحش قوي قوي امبارح بصراحة. شفنا مباراة كبيرة جدا جدا من الأهلي، جهاز فني ولعيبة، سواء بقى من حيث النتيجة أو من حيث الأداء. انبسطنا واتمتعنا بفرقتنا امبارح بصراحه. بعد اللوم المحمود، لوم محمود من قبل جماهير النادي الاهلي للاعبتها بعد التعادل او تعادل 2-2 مع بيراميدز تحديدا، في سيناريو كان غريب شويه بالنسبه لنا وكان مفاجاه بالنسبه للاهلاويه، وبخطا بكواليس كتير احنا شفناها في المباراه دي. لكن انك ترجع وترد برباعيه منهم ثلاث اهداف في خمس دقائق، فهو ده البطل، هو ده الاهلي، هي دي شخصيه النادي الاهلي. ان انت لما يبقى في تعثر بتقفل الصفحه وترد في اللي بعد كده. انت بصراحه عملت مباراه كبيره جدا جدا امبارح، تالق عدد كبير جدا من اللاعبين وتفوقهم على نفسهم واستعاده البعض الاخر لمستواه. الاهداف كلها حلوه، بالذات الجول الثالث ده، جول في كل يعني ايه الجوانب التكتيكيه، الجمل الفنيه، التفاهم والانسجام الواضح بين اللاعبين. يعني علي معلول لقفشه، قفشه صبر على الكره لغايه لما علي بقى فاضي جوه ال 18.
قرب شريف وقطع القريبه بشكل ممتاز، وهو دي او هي دي سمات المهاجم المميز، ان هو يبقى عارف التحرك يبقى ازاي عشان يقدر يخطف ويلطش الكره يحطها في الجون، فكلها مهارات متكامله في هدف كان رائع جدا الهدف الرابع. الثلاث اهداف كمان اللي جم في 5 دقائق كانت حاجه جيده جدا جدا، رغم ان هي مش طبيعيه قوي ان اي فريق يجيب هدف او يجيب 3 اهداف في 5 دقائق او في عدد قليل من الدقائق، لكن ده اللي يدل على اصرار لاعيبه الاهلي، مش الاكتفاء بهدف ان انت خلاص الشوط قرب يخلص فجبت جون فحلو قوي نخرج كده الشوط الاولاني، لا اخطف الثاني خلص على الماتش بالثالث، وده فعلا اللي حصل، ونزلت الشوط الثاني عملت اداء ممتاز وجبت هدف رابع كمان، فالامور كلها بصراحه ماشيه بشكل كويس، وخطوه من ضمن الخطوات المهمه في مشوار الاهلي في بطوله الدوري، و3 نقاط مهمه جدا لاعتبارات كتير، سواء فيما يتعلق ببطوله الدوري والمنافسه فيها، وانك بتاخد خطوه وبتبتدي تعوض فارق النقاط مع الزمالك من خلال المباريات المؤجله بالنسبه لك عشان تركب بعد كده الدوري وتستمر في الصداره باذن الله، وكمان الاعتبار الاخر والاكثر اهميه ان انت بتحاول توصل لمباراه كايزر تشيفز الجنوب افريقي في نهائي دوري ابطال افريقيا بافضل فورمه ممكنه، وده اللي احنا بنتمناه، وباقل خسائر ممكنه، وده اللي احنا بنتمناه، ان شاء الله ما يكونش فيه اي اصابات، ما فيش اي امور يعني ايه تعطل اي لاعب عن مباراه نهائي دوري الابطال، لان هي دي المباراه الاهم والتحدي الاهم بالنسبه للنادي الاهلي. لكن تعالى بقى نمسك كده لعيب لعيب نتكلم عنه، معلش لان في ناس لازم تاخد حقها. تعالى نبتدي بياسر ابراهيم. ياسر لو تفتكروا كده، تعالوا نرجع ورا شويه ايام فايلر، الراجل ما كانش مقتنع بيه تماما، قال لك لا ياسر ده مش مقتنع بيه، مش حلو، مش لعيب بتاع الاهلي. اتصرف ازاي ياسر ابراهيم؟ بص بقى، هي دي الشخصيه اللي تتناسب مع النادي الاهلي، هي دي الشخصيه اللي تتناسب مع نادي كبير بحجم النادي الاهلي. الراجل سكت، اشتغل على نفسه، عرف النواقص اللي عنده واشتغل عليها وعلى تطويرها، ومن غير اي تصريحات، من غير اي هجوم على جهاز فني، على مدير فني، من غير ممكن يبقى غاضب من جواه، متضايق انه ما بيلعبش، ان ما فيش فرصه، ان المدرب مش مقتنع بيا، لكن انا لازم اقنعه بيا، انا لازم اشتغل على نفسي، لازم اطور من نفسي عشان يبقى ليا دور في المكان ده. وهو بصراحه اشتغل بالطريقه دي، وصل لفورمه ممتازه، والاهم كمان من كده انه مش بيلعب بشكل اساسي. مباراه يلعب، ممكن بعد كده ايه تلاقي ايمن وبدر اللي بيلعبوا، مفيش مشكله خالص، بس لما بينزل سواء بقى بعد المباراه 2 3 4 بتلاقيه بفورمه ممتازه جدا وباداء اكثر من رائع. فتحيه كبيره جدا لياسر ابراهيم بصراحه، لازم الكل يبقى بنفس العقليه دي لياسر ابراهيم، لان هتفرق مع اللاعب نفسه ان هو يقدر يوصل ويبقى يكون مقنع للجمهور بشكل عام. فياسر ابراهيم يستحق كل الاشاده والتقدير. حسين الشحات من اكتر اللعيبه اللي خدت نقد، ونقد قوي جدا جدا من الجمهور، وبصراحه نتكلم بصراحه الجمهور كان عنده حق في بعض الاحيان. والاهم كمان ان جمهور الاهلي لما كان بينقد حسين الشحات كان بيبقى عشان بيحب حسين وعشان كان منتظر منه المزيد. طيب هنا في عده جوانب، سواء جانب يتعلق باللاعب نفسه وازاي يقدر يتخطى المرحله دي، وجانب يتعلق بالتعامل النفسي من قبل الجهاز الفني مع لعيب هو مقتنع بيه وبقدراته وبشخصيته كلاعب في النادي الاهلي. الجانب الاولاني، حسين حاول ان هو يشتغل على نفسه، رغم ان في ناس كتير جدا ما كانتش حاطه في اعتباراتها ضغط الماتشات الكبير جدا اللي كان على لعيبه الاهلي، فكان طبيعي ان يبقى حسين مستواه قليل زيه زي بعض اللاعبين في النادي اللي كان مستواهم قليل في فتره ضغط الماتشات اللي هو كانوا بيلعبوا كتير جدا كل يومين ثلاثه ماتش، فكان طبيعي تلاقي المستوى قليل. لكن لما حسين ريح، وده بقى الجانب الاخر والتعامل النفسي الصح اللي اشتغل بيه مستر موسيماني مع اللاعب، وهو ايه؟ انه ما لعبوش لا ماتش الذهاب مع الترجي، ده بعد فتره راحه كبيره، ولا ماتش الاياب مع الترجي، نزل كبديل وكان بديل مؤثر وجيد. المباراه الثانيه تحديدا جاب جون، الجون ده عالمي. الجون ده لو كان مش اوفسايد يعني مش عارف كان هيبقى حاجه تاريخيه بصراحه. لكن حاجه جيده بصراحه ان حسين يبتدي يرجع لمستواه، انا شايفه بيرجع بشكل تدريجي. لعب ماتش الترجي الثاني جاب جون، مباراه بيراميدز نزل كبديل جاب جون، الماتش امبارح لعب كاساسي كان احد ابرز نجوم المباراه، ساهم في هدفين، هدف جابه والهدف بتاع ضربه الجزاء. فهو ده حسين الشحات، هو ده اللي احنا عايزينه من حسين. استمر، اثبت بقى على كده، اثبت على كده يا حسين، احنا عايزين المستوى ده دايما. لان حسين وهو بص 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 تصرف ممتاز، كرة بس تبقى واطيه شويه كان برضه هيبقى جون تاني عالمي. هو متخصص اهداف عالميه بصراحه، متخصص اهداف عالميه،
وبخلاف أدائه ومهاراته وقدراته الفنية والبدنية فهو لعيب ممتاز. فاحنا عايزين نثبت على كده بإذن الله، وهو هيثبت على كده طالما خد فترة راحة كويسة، طالما الثقة ابتدت ترجع له وثقة الجمهور فيه كمان رجعت بشكل كبير جدا، وهيفرق معانا قوي حسين شحات لما يستمر بإذن الله على المستوى ده. فكان في جانبين مهمين قوي في التعامل مع حسين الشحات، سواء اللاعب نفسه أو حتى التعامل النفسي من قبل الجهاز الفني. مين تاني؟ تعال نتكلم على الشناوي. والشناوي الناس كانت بتتكلم ان مش عارف في مشاكل حصلت بعد ماتش بيراميدز، والخطا بتاعه مش الخطا بتاعه. هو كان تعرض لكدمه في مران النادي الاهلي الاخير قبل مباراه سموحه، كان ممكن قوي قوي ان الجهاز الفني ما يلعبوش عشان يريحه، عشان خايف عليه، مش عشان غلطه او خطاه في مباراه ايه بيراميدز. لكن لما لقوا ان الولد، او طبعا نجم كبير جدا جدا زي محمد الشناوي وحارس عظيم بصراحه، قادر انه يلعب والفحوصات اثبتت انه سليم، فقال لك لا لازم يلعب يبقى موجود. وحسب ظروف المباراه قدرنا نريحه نريحه، ما قدرناش خلاص. وانت بتريحه لاعتبارات ثانيه برضه، اولا عشان الاصابه او الكدمه، هي كانت كدمه في الركبه يعني حاجه بسيطه، وثانيا عشان تدي علي لطفي حساسيه المباريات عشان الفتره اللي هيكون فيها الشناوي في الاولمبياد. فده امر كان كويس جدا وتعامل جيد من الجهاز الفني، والتفكير لمستقبل الفرقه والتفكير للمرحله الهامه المقبله. فتألق محمد الشناوي، انا كنت براهن دايما على شخصيه الشناوي بعد خطا مثلا صعب زي مباراه بيراميدز انه مش هيتاثر، لان شخصيته قويه، لاعب قائد عارف قدراته بشكل ممتاز يعني، والثقه كبيره جدا موجوده فيه. حتى لو غلط بدل الغلطه 10 عنده الامكانيات وعنده الرصيد اللي يسمح له كده، ما فيش اي مشكله خالص. فبرضه من ضمن الحاجات اللي كانت ايجابيه امبارح محمد الشناوي انه خد راحه، وان علي لطفي خد الحساسيه، فمكسب المكاسب اللي شفناها في ماتش امبارح. علي معلول كمان وبدايه عودته لمستواه، وده ظهر بالتحديد في الهدف الرابع، هو احرز ضربه جزاء ثقه الجهاز الفني فيه. وبرضه انت في حاجات صغيره كده لازم تاخد بالك منها، لما علي معلول بعد الجون اللي جابه من ضربه جزاء راح لموسيماني يسلم عليه اداله التحيه، لان موسيماني واضح انه كان في تعامل نفسي. وهو برضه هنا بتبان قيمه المدير الفني اللي الناس للاسف اللي ما بتفهمش كوره بتقلل منه. المدير الفني مش بس بيحط خطه وتشكيل وكلام من ده، لا، المدير الفني عليه جزء كبير جدا بيتعلق بالتعامل النفسي مع لعيبته. لو انت ما عرفتش تتعامل معاهم نفسيا هتخسرهم، مش هيدوك غصب عنهم، لان هم مش هيبقوا يعني هيبقوا متضايقين، مش واخدين راحتهم معاك. فواضح جدا حب اللعيبه لموسيماني، زي ما علي معلول كده راح سلم على الراجل بعد ضربه الجزاء، وكان ضيع ضربه الجزاء في ماتش بيراميدز، اداله ثقه، لا انت اللي هتشوط ضربه الجزاء، انا واثق فيك، انا واثق في امكانياتك، وفعلا شاطها بشكل ممتاز واحرز الهدف الثالث للنادي الاهلي قبل نهايه الشوط، او الهدف الثاني تحديدا ولا الثالث يا جماعه فكروا، الواحد اتلخبط من كتر الاهداف. الهدف الثالث. فبالتالي برضو علي معلول بدايه عودته لمستواه ده كان شيء ممتاز بصراحة، بخلاف كمان تألق محمد شريف، ما شاء الله عليه، مهاجم زي ما بيقول الكتاب، هداف كبير جدا، وده اللي احنا كنا محتاجينه بصراحة على مدار فترة كبيرة. أهم بقى واحد أنا عايز أتكلم عنه بصراحة هو عمرو السولية. عمرو السولية بقى له ماتشين ثلاثة الناس بتهاجمه شوية، مش بتهاجمه يعني، بتقول إن عمرو السولية مش في مستوى. تعالى كده نتفرج على الثلاث أجوان بتوع النادي الأهلي واحدة واحدة، يا ريت يا جماعة تعرضوا لي الهدف الأول عشان نشوف عمرو السولية مدى قيمته ومدى تأثيره داخل الايه المباريات، حتى لو هو مش في قمة مستواه. ادي ده ايه الهدف الاول، حلو، من اوله الدنيا ماشيه ازاي، بعض النقلات المميزه بين اللاعبين في نص ملعبك الاول، بتاخد بتحضر بشكل جيد، بتحاول تشوف ثغره تستغلها. ادي عمرو السولية، بص عمرو السولية شارك في الهدف الاول معايا، بص الكرة لشريف، شريف اتصرف بشكل ممتاز، 1 2 رائعة مع طاهر محمد، طاهر أحد أبرز اللاعبين كمان الفترة دي، طاهر بصراحة، وشريف كمان إيه؟ عرف يتصرف، شاف الزاوية اللي يعني الكرة تخش فيها بسهولة وحطها، ما بيتفلسفش، ده مهم قوي بصراحة للمهاجم. فأدي السولية بدأ الهدف الأول، تعالى للهدف الثاني، بص السولية عمل إيه؟ قطع الكرة أهو، تسبب في الهدف الثاني. يعني لاعب بقيمة كبيرة قوي. كمل. قطع الكرة، ما راحت لمعلول في الاخر، الشحات تصرف فيها صح، شاطها رغم خطا المهدي او الهاني سليمان، لكن الشحات واخد القرار بانه يشوط، وكان في توفيق كبير جدا من ربنا في الهدف ده، وهو كان يستاهل الهدف بعد المجهود، كان رائع في الشوط الاول من حساسيه الشحات. تعالى بقى بص ايه الجون الثالث، ادي مين؟ ادي السولية، هو اللي قطع الكره اهو،
والإحسان ضربة جزاء، يبقى سولية متسبب في الثلاث أهداف حتى وهو مش في قمة مستواه، لكن أنا حبيت بس أوريكم لأن أنا عارف الناس مدركة مدى قيمة وأهمية عمرو سولية في الملعب. هو لاعب بيتحط عليه التشكيل من الآخر يعني بدون مبالغة، لعيب مهم جدا في صفوف النادي الأهلي. ولو أو مثلا لو السولية إحنا متفقين إن هو مش في قمة مستواه، فده واحد بيديك إيه 40 50 ماتش بمستوى ثابت، بمستوى ممتاز ثابت، فما فيهاش أي مشكلة خالص لما يبقى ماتش ولا اتنين ولا تلاتة مش في التوب فورم بتاعته. عادي بتحصل، أصل لعيب كرة مش إنسان آلي يعني، مش مكن، طبيعي جدا إن هو يكون بيتألق فترات وممكن يقع ماتش ولا اتنين مش ما يبقاش في المستوى اللي احنا متوقعينه. فبصراحة إيجابيات كتير جدا جدا، سولاي لعيب مهم، كل لعيبة النادي الأهلي عملوا مباراة كبيرة، أداء أكثر من رائع، مهم جدا الاستمرارية على هذا المستوى لحد كمان بالتحديد مباراة كايزر تشيفز، يبقى داخلين بمعنويات مرتفعة بجاهزية فنية وبدنية كويسة وبثقة كبيرة جدا بإذن الله قبل ما نسافر المغرب ونقابل كايزر تشيفز في المباراة الأهم للنادي الأهلي هذا الموسم، وإن شاء الله يكونوا موفقين فيها. ده فيما يتعلق بمباراة الأمس، وكل التحية والتقدير للجهاز الفني واللاعبين، وإن شاء الله يكونوا موفقين فيما هو قادم من مباريات، ومبروك للنادي الأهلي بعد مباراة الأمس والجمهور وطبعا بكل تأكيد. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل بعض الأمور المهمة والتفاصيل اللي هنتكلم فيها، يلا بينا. طيب بالتالي احنا الفترة اللي جاية عندنا إيه؟ عندنا ماتشين مهمين جدا بست نقاط مهمة قوي في مشوار الأهلي في بطولة الدوري. بداية يوم الخميس إن شاء الله مواجهة المقاولين العرب، ماتش صعب جدا لأن المقاولين خسروا امبارح من طلاع الجيش بهدف في الدقيقة 88 لناصر منسي، فبالتالي هتبقى المباراة أصعب بعد الهزيمة الأخيرة بالنسبة لهم أمام الطلائع. قدرات جيدة جدا عند اللاعبين المقاولين، جهاز فني ممتاز وكذا الكابتن عماد النحاس. الدور الأول كانوا متقدمين على النادي الأهلي بنتيجة 2-0، رجعنا عملنا ريمونتادا 3-2، كان ماتش كبير جدا جدا من النادي الأهلي، فبالتالي مباراة صعبة قوي، مهم إن شاء الله بإذن الله تعالى إنك تخرج من خلال المباراة دي بثلاث نقاط مهمة. وبعد كده هيكون عندك يوم الأحد مين؟ ماتش المقص، دول أهم ماتشين قبل مباراة كايزر تشيفز، مهم قوي إن أنت تطلع بالستة قبل المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا. بمناسبة بطولة دوري أبطال أفريقيا ونهائي دوري الأبطال ما بين الأهلي وكايزر تشيفز، الكاف كان بعت خطاب للنادي الأهلي بالقواعد واللائحة الخاصة بالمباراة النهائية لدوري الأبطال، لأن للأسف الفترة اللي فاتت بعض الإعلاميين والصحفيين كانوا بيقولوا إن المباراة بعد ما تخلص في وقتها الأصلي 45 و45 هيبقى فيه ضربات جزاء على طول، ده واخدين بلائحة 2019 اللي كان بيبقى فيها مباراة ذهاب وإياب في المباراة النهائية، لكن المباريات الوحيدة أو المباراة لما بتتلعب مرة واحدة بدون ذهاب وإياب كان دي كانت البداية السنة اللي فاتت مباراة الأهلي والزمالك في نهائي القرن اللي فاز فيه النادي الأهلي بنتيجة 2-1، فكانت لائحة المباراة إيه؟ إنك لو خلصت أحداث المباراة في وقتها الأصلي 45 و45 هتروح اكسترا تايم، وبعد كده اللي هو ربع وربع، ربع ساعة وربع ساعة، وبعد كده لو استمر التعادل تلعب إيه؟ ضربات جزاء. نفس اللائحة ونفس القواعد هتطبق في مباراة الأهلي وكايزر تشيفز يوم 17 بإذن الله تعالى، ده تأكيد وتوضيح مهم جدا بعد ما تم إرسال خطاب من قبل الكاف وعن طريق الاتحاد المصري لكرة القدم للنادي الأهلي بخصوص لائحة طبعا المباراة النهائية وقائمة الحكام والمراقبين اللي هيكونوا موجودين في هذه المباراة، لأن للأسف بعض الإعلاميين خدوا لائحة 2019. في حالة استمرار المباراة وإن شاء الله بإذن الله ده ما نحتاجوش يعني إن شاء الله بإذن الله الأهلي يحسم في الوقت الأصلي ونفرح ونكسب البطولة، ده أهم شيء، لكن لو التعادل في 90 دقيقة 0-0 هتروح لأشواط إضافية، شوط أول وتاني ربع وربع، وبعد كده تلعب اكسترا تايم لو استمر التعادل. ان شاء الله مش هنحتاج للامور دي ونحسم في 90 دقيقه باذن الله وناخد دوري ابطال افريقيا رغم صعوبه المباراه. فريق كايزر تشيفز فريق محترم جدا جدا وعنده قدرات مميزه ومنظم جدا دفاعيا، منظم جدا دفاعيا، وده بان في مباراتي الوداد سواء في المغرب او في جنوب افريقيا، وقدروا ان هم يخطفوا جون وصعدوا للمباراه النهائيه، فاذا ده فريق قوي جدا لازم نتعامل معاه بمنتهى القوه. ده فيما يتعلق بلائحه المباراه النهائيه. اخيرا بقى قبل ما اطلع فاصل، النهارده كان المفروض الزمالك يلعب مع مين؟ مع غزل المحله. استاد القاهره مش جاهز، استاد القاهره مش جاهز يستضيف المباراه. عرضوا ايه؟ انا بس لازم اقول الكلام ده عشان في البعض انتوا عارفينهم كويس جدا بيحاولوا يغيروا دايما الحقائق، يعني يقول لك دي مؤامره ومش مؤامره والاهلي وعشان يخدموا الاهلي ومصلحه الاهلي وكمان. لا، ايه اللي حصل في الموضوع؟ بعد
ما استاد القاهره ما بقاش جاهز لاستضافه هذه المباراه النهارده، فعرضوا على نادي الزمالك لو حابين تلعبوا في بترو سبورت العبوا الماتش. فسالوا كارتيرون مدير فني نادي الزمالك، قال لك لا انا مش عايز العب في بترو سبورت، خلاص اجلوا لي الماتش. فالاتحاد وافق، فالماتش اتاجل بناء على رغبه مين؟ بناء على رغبه مين؟ الزمالك. بناء على رغبه مين؟ كارتيرون المدير الفني. اذا ده قرار من الزمالك، مركز، ده قرار من مين؟ من الزمالك. ومباراه بقت يوم 3 اغسطس، بصراحه هو في مصلحتنا جدا. بصراحه. ضغط، يبقى في ضغط للزمالك في بعض المباريات في فتره معينه، في نفس الوقت انت تحاول تلحق يعني من غير ما الزمالك يلعب، تعوض من خلال ماتش امبارح، الماتشين اللي جايين كمان في فرق النقاط يقرب، عكس ما الزمالك يلعب مباراه دلوقتي. فهي جايه في مصلحه الاهلي بس، والله الاهلي ملوش دعوه. يعني الاهلي ما طلبش حاجه، هو الزمالك هو اللي طلب. وده كمان تاكيد من خلال ميدو امبارح في برنامجه، كابتن احمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك الكبير في برنامجه، وقال ان ده كان بناء على طلب من نادي الزمالك، عشان تبقى الحقيقة واضحه للجميع، عشان ما يجيش حد يقول لك بعد كده ايه اصل دي مؤامره، تمام، اصل هم عايزين عشان الاهلي يعني ما يبقاش في ضغط عليه اكتر من كده، عشان وعشان وعشان. فبرضه كان مهم قوي ان احنا ناكد على الجزئيه دي بشكل كبير، وان شاء الله باذن الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي خلال المرحله الحاليه والمقبله كمان بمختلف البطولات، سواء دوري كاس مصر، دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله الفرقه تفرحنا السنه دي كمان على غرار الموسم الماضي. دي او دول كانوا نقطتين مهمين جدا حبيت اتكلم فيهم مع حضراتكم. هروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل نرجع نشوف اهم الترندات النهارده. يلا بينا. طيب تعالوا نشوف ايه اللي اتقال على السوشيال ميديا بعد فوز الاهلي امبارح، بالتحديد من خلال الحسابات الرسميه، ونبتدي بحساب في الجول على فيسبوك، واللي بيقول ان علي معلول وصل لهدفه ال 17 تاريخيا بقميص الاهلي في بطوله الدوري الممتاز، وانه خلاص تساوى مع ربيع ياسين ومحسن صالح وفؤاد صدقي ومروان محسن في عدد الاهداف اللي احرزها لاعب للنادي الاهلي في بطوله الدوري. طبعا ده مش اكبر عدد من الاهداف، اكبر عدد كان الكابتن محمود الخطيب على ما اتذكر 109 هدف، يعني لو الرقم صح اللي انا قلته يعني. كمان تعالوا نروح لحساب يلا كوره على تويتر، واللي بيقولوا ان ملامح برنامج الاهلي مواجهه كايزر تشيفز، يعني موضوع او برنامج واضح بالنسبه للجميع. يعني الاهلي هيخلص ماتشين المقاولين والمقصه باذن الله على خير بست نقاط مهمين باذن الله واحد احد، وبعد كده هيسافر يوم 12 او 13 بالكثير للمغرب من خلال طياره خاصه، وهيترأس البعثه بنسبه كبيره جدا جدا لحد دلوقتي طبعا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وان شاء الله باذن الله يوصلوا بالسلامه للمغرب عشان يخوضوا لقاء نهائي دوري ابطال افريقيا امام كايزر تشيفز، وان شاء الله باذن الله يكونوا موفقين في هذه المباراه. خلينا كمان نروح لحساب دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه، حسابهم على تويتر، اللي بيقولوا ان محمد شريف بيتصدر هدافي دوري ابطال افريقيا برصيد 5 اهداف، بيقدم بصراحه اداء رائع فعلا، ونجح في قياده الفريق للوصول لنهائي دوري الابطال. مهم قوي ان محمد شريف يستمر بالمستوى ده، وطبعا طبعا هو افضل مهاجم دلوقتي في الكره المصريه، نتمنى له يا رب كل التوفيق، لاعب مؤثر جدا بصراحه. الاهرام وحسابهم على تويتر، وبيقولوا ان جلسه موسيماني مع عبد القادر تعجل بعودته للاهلي. طيب حلو قوي النقطه دي، خلينا نتكلم على كواليس اللقطه اللي كانت ما بين موسيماني واحمد عبد القادر لاعب الاهلي المعار لسموحه بعد انتهاء المباراه، في صوره كده انتشرت، وهقول لحضراتكم بالظبط ايه اللي حصل في التوقيت ده. موسيماني معجب جدا بقدرات احمد عبد القادر، متابعه بشكل كبير قوي قوي، فكان حابب ان هو يتكلم مع اللعيب، فقبل ما يتكلم معاه طلب الاول من الكابتن احمد سامي المدير الفني لسموحه، استاذنه قال له انا بس عايز اقف مع اللعيب بتاعك، لان طبعا هو لاعب في سموحه دلوقتي وعايز اتكلم معاه شويه. وقف اتكلم مع احمد عبد القادر، قال له كلام يعني مقتضب جدا، ما كانش في حديث مطول ما بينهم. الكلام كان عباره عن اشاده بمستوى احمد عبد القادر وتاكيد من موسيماني على انه متابع اللاعب، اكد له كده، قال له انا متابعك وبتفرج عليك ومبسوط جدا من ادائك، ومهم جدا بالنسبه لي انك تستمر بالمستوى ده خلال الفتره اللي جايه، واشوفك كمان بتلعب بشكل افضل وافضل، وما تزعلش انك رحت او ما رحتش قائمه المنتخب الاولمبي في اولمبياد طوكيو، انت لاعب كبير وانت لاعب بتادي موسم اكثر من رائع، انا عايزك تستمر
على المستوى ده. هو ده بالظبط اللي حصل ما بين موسيماني واحمد عبد القادر. احمد عبد القادر بصراحه عامل ماتش وعامل موسم ممتاز جدا مع سموحه. ان شاء الله باذن الله في حاله عودته للنادي الاهلي يكون ايضا لاعب مؤثر للفريق، لان هو عنده قدرات مميزه جدا. كانت حاجه غريبه قوي بصراحه بصراحه، يعني رغم يعني كل الاحترام لقرارات كابتن شوقي غريب، لكن صعب قوي ان احمد عبد القادر ما يبقاش موجود في اولمبياد طوكيو بصراحه يعني. لكن في كل الاحوال دي الكواليس اللي حصلت خلال مشهد الامس او الصوره اللي شفناها يعني. الوطن الرياضي وحسابهم على فيسبوك بيقولوا اتحاد الكره يشكل لجنه لنقل لاعبي الاهلي الى طوكيو، وعشان يشوفوا يعني الشكل اللي هيسافر من خلاله النادي الاهلي او لاعبي النادي الاهلي المختارين في قائمه المنتخب الاولمبي. هل طياره خاصه هتوديهم على طول على هناك على طوكيو ولا لا؟ المعلومات اللي عندي ان هتكون رحلات طيران عاديه جدا من المغرب لطوكيو لرباعي النادي الاهلي تقريبا اللي هيكون مسافر بعد انتهاء الماتش على خير باذن الله بتتويج النادي الاهلي ببطوله دوري ابطال افريقيا. وفي تنسيق كامل بيتم ما بين النادي الاهلي والاتحاد المصري لكره القدم او اللجنه اللي بتدير الاتحاد خلال الفتره الحاليه. خلينا كمان نروح لفين؟ نروح للوطن سبورت، وبيقولوا بشكل عاجل يعني ان الوحده الاماراتي يجس نبض حسين الشحات الرحيل عن النادي. مفيش حاجه خالص من الكلام ده يا جماعه. كل لعيبه النادي الاهلي مركزه في نهائي دوري ابطال افريقيا، لا حد جاله عروض ولا حسين حد جس نبضه ولا حد بيفكر ان هو يمشي ولا كلام من كله. دلوقتي بيفكر في ايه؟ في الماتشات اللي موجوده دلوقتي في الدوري وفي المباراه الاهم من نهائي دوري ابطال افريقيا. حسين الراجل موجود ومكمل مع النادي الاهلي، مكمل مع النادي الاهلي وبيظهر بمستوى جيد ومستواه بيرجع بشكل تدريجي، فبالتالي اكيد هو موجود مع النادي الاهلي ومفيش اي جس نبض ولا اي حاجه. وكلها اخبار يعني بشانها بتحاول ان انت تشتت شويه اذهان لاعبي النادي الاهلي. اخيرا من اليوم السابع وصفقه تبادليه، الاهلي يضم ثنائي سموحه مقابل ناصر ماهر في الصيف. لم يحسم اي شيء حتى الان، وده برده امر مهم جدا. ناصر ممكن ما يكونش بيشارك، ممكن ما يكونش بيلعب، ده احنا كلنا متابعين وشايفين الكلام ده، لكن مش معنى كده ان في قرار نهائي برحيله خالص. ممكن تكون احتياجات المدير الفني دلوقتي في المباريات او اعتماده على مجموعه معينه هي هو مركز معاه، فبالتالي ممكن ما يكونش ناصر بيشارك بشكل كبير. لكن هل ده معناه ان ناصر هيمشي؟ مش شرط، وارد انه يمشي بس مش شرط. اكيد لسه الكره فيها متغيرات كتير جدا، في يوم وليله ممكن كل حاجه تتغير. ممكن تلاقي ناصر ده بيلعب الماتش الجاي اللي بعده، الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل. لكن مفيش اي اتفاقات على اي شيء ما بين الاهلي وسموحه بخصوص ناصر ماهر او الاثنين اللعيبه اللي هم بيقولوا عليهم في الخبر. لاعب في كره السله، هحاول اجيب لكم الاسماء بالظبط، اسمه عمر عزب، وحسام حسن مهاجم سموحه المعار في ليبيا. مفيش اي كلام بهذا الخصوص بشكل رسمي خالص خالص، ولا حتى بشكل ودي عشان تبقوا عارفين. ده فيما يتعلق بترند الاهلي وكل الاخبار اللي اتكتبت على النادي الاهلي في السوشيال ميديا. هروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل فقرات الحلقه، يلا بينا. طيب تعالوا نبتدي الترند العالمي واهم الاحداث العالميه، بالتحديد نبتدي بنجمنا المصري محمد صلاح اللي بيقضي اجازه دلوقتي قبل ما يرجع لتدريبات واستعدادات ليفربول للموسم الجديد. وحساب انفيلد ووتش على تويتر بيقولوا ان ليفربول هيبتدي محادثاته مع صلاح بخصوص تجديد عقده اللي هينتهي في صيف 2023. صلاح خلاص بشكل مؤكد كده واضح ان هو مكمل الموسم الجديد مع ليفربول، لان صعب حد دلوقتي في ظل الازمات الماليه الكتيره في انديه عالميه كبيره ان هو يدفع مبلغ كبير في نجم كبير زي محمد صلاح. مفيش سيوله شويه، او ممكن ما يكونش الامكانيات الماديه اللي كانت موجوده قبل كورونا متوفره بعد كورونا، فبالتالي على اقل تقدير هو مكمل الموسم اللي جاي. لكن هنشوف مساله تجديد عقده دي هتكون عباره عن ايه. ده كان اهم خبر بالنسبه لي في الترند العالمي. خلينا سريعا كمان نشوف تعليق وتفاعل جمهور النادي الاهلي على سؤال الحلقه النهارده ورايهم في اداء النادي الاهلي بالامس. نبتدي ب مسعد فهيم واللي قال احسن ماتش للاهلي في السنه دي في الدوري، احسن نادي في الكون. نروح كمان لمين؟ نروح لاحمد سعيد الحلواني، قال يا مساء الخير عليك يا كابتن امير، مساء الفل عليك يا احمد، تحياتي لحضرتك. اعتقد ان دي من افضل المباريات في الدوري للاهلي. الاهلي خلص الماتش في 5 دقائق بثلاث اهداف. شابوه لعيبه الاهلي كلهم رجاله وقد المسؤوليه. وافريقيا اهلي، الاهلي بمن حضر ولا شماتة، الدوري وكاس وافريقيا في الجزيره يا رب باذن الله تعالى يا احمد. خلينا كمان ناخد مين؟ ناخد ابرز المعجبين. ماشي، ادم اشوف الاداء والنتيجه دي يوم 17. ماشي،
اوكي محمد احمد، القطايف والحلويات وان شاء الله العشاء لينا والدوري بتاعنا زي العاده وكاس مصر كمان. نشوف مين، نشوف ندى ماجد اللي قالت احلى حاجه في الماتش ان علي لطفي خد فرصه، ما ينفعش طول الوقت نعتمد على الشناوي، طبعا الشناوي كبير بس وارد يحصل ظروف فلازم كل الحراس تاخد فرصه مشاركه في كل الماتشات. يعني المكان ده فيه حساسيه شويه، طبيعي ان لازم الحارس اللي بيكون بيلعب يفضل موجود في المباريات عشان صعب ان انت تقعد تبدل في المكان ده، انت اللي هتبقى خسران كفريق. لكن في كل الاحوال نتمنى كل التوفيق لحراس النادي الاهلي الكبار سواء محمد الشناوي، علي لطفي ومصطفى شوبير كمان، ومهم قوي ان شاء الله ان هم يكون كلهم جاهزين خلال المرحله الهامه جدا المقبله. دي كانت تفاعلات الجمهور، دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند. استنونا في حلقات اخرى جديده من نفس البرنامج باذن الله. الى اللقاء.